اهلا بالواطن نجم اللي ما تمرش فيه لقمه عيش كانها سوا. مفيش واطي بيعرف ياخد حقه يا معلم، انا جاي عشانك مش عشان. ومين قال لك ان انا عايز من خلقتك اي حاجه؟ لا عايز، عايز ونص كمان. طب قوم دلوقتي بدل والله العظيم. ايه يا معلم هتضربني بالنار انت كمان؟ انا حفظت سرك وخدمتك وصمت عيشك وملحك. لا في دي عداك العيب وازح بأمارك، ما بلغت عني وكتبت واحضر في ابن الشرشابي عشان تضيع مستقبله. اهو طول ما انتوا بقى بصلي من فوق كده مش هتفهموني، لكن ملحوق. قوم دلوقتي يا زيزو، قوم دلوقتي ونصيحة، خاف مني. اسمع بقى يا معلم، انا جاي ادلك على عدوك عشان عارف ان دماغك مش هترتاح الا لما تعرفه. عدوي ما كبرليش واخد حقه وطول لسانه عليا وقفل الباب اللي بيني وبينه. جايلي ليه؟ جايلك عشان انا عرفت مين اللي بلغ عني وعنك وكان عايز يحبسنا احنا الاتنين عشان يقول مين قدي. خسارة. الدرويش الصغير بيهم براسه لفوق وطلع له ريش وضوافر وبدأ يهبش في مولانا الكبير اللي علمه الدروشة. عطية. عطية بتاع الشرشابي؟ ليلتها كان في سنترال الأوبرا. وطبعا أنت فاهم بقى البلاغ اللي راح ضدنا للحكومة راح عن طريق التليفون. ولما اتسأل وشه قلب تعلب وعينيه غربت. وطبعا أنت فاهم المعلم شرشابي كان لسه قافش حصته من الغسالات بتاعتنا المضروبة. قال لك خلاص أضرب كرسي في كلوب المعلم قنديل البارودي وأنفش ريشي في الشارع وقلوع زي ما أنا عايز. عرفت بقى إني مش ندل ولا واطي؟ عرفت بقى إني صمت عيشك وملحك يا معلم قنديل؟ وأنا إيه اللي يأكد لي الكلام ده؟ يمكن جالس اصطاد في الماء لعكرة وتضربنا في بعض. أه عطية عندك تحت إيدك، هات وأنت هتعرف وأنت تقدر. انا ماخدش حاجه مش من حقي يا معلم، والعشرة آلاف جنيه دول وعدك ليا مش اكتر. بس امان عليك لو جيت في يوم دقيت بابك واحتجتلك ما تقفلوش. اللي النهارده ما تحتاجوش رق بكره تحتاجه طار. سلام. والله لو طلعت انت اللي عاملها شرشابي وحياه امي ما هرحمك. خير يا سيدي المعلمين، انا قدامك اهو. يا معلم عطية يا سيدي المعلمين، اللي يخون في شغلانتنا دي يبقى غشيم. وهو مين بس اللي خان يا معلم يعني؟ ما هو الخيانة ما بتستخباش، ولما بتبان بتبقى خراب مستعجل. لا اللي وزك هينفعك ولا اللي قال لك تخبص هيفيدك. انا اخبص عليك انت يا معلم؟ طب ليه بس فاهمني؟ ما هو ده من غباوتك. ما انت بتشتغل. بتشتغل باجرتك. لا ليك في الطور ولا ليك في الطحين. تخبص ليه؟ لا هيقدمك ولا هيأخرك. انا مش فاهم يا معلم، انت بتتكلم على ايه بس فاهمني برضه يا معلم. انت سامع اي صوت هنا يا عطية؟ لا يا معلم. مفيش صوت. يعني لو ما اتكلمتش طلقة من المسدس ده تعدي من مخك الغبي تطلع من الناحية التانية. وبعدين هتويك. هتويك زي الدبيحة. ولو سألوني هقول ما أعرفش عنه أي حاجة. هتتكلم؟ أنت! حنطة يا معلم حنطة. مين اللي وسأل؟ مين اللي وزك تبلغ الحكومة على الغسالات والكارتات اللي في المخزن؟ أقول لك وريحك؟ ليا رجالتي في الاسم قالوا لي على كل كلمة أنت قلتها. طب وكتاب الله يا معلم؟ زي ما بقول لحضرتك كده بالظبط يا معلم وربنا. والله يا معلم، والله يا معلم. أوعى! بتشاهد على روحك يا عطية. ودع الدنيا. حقول يا معلم، حقول. مين؟ الشرشابي يا معلم، هو اللي وزني وقال لي قول الكلام ده، ولو ما قلتوش هيقطع عيشي ويسجنني زي ما سجن مهلول جوز بنته.
ايه السبب؟ معرف يا معلم، بس هو كان دايما يقول ان مفيش حد في السوق كله سابقه بدماغه غيرك انت، وطول ما انت موجود مش هيعرف يعمل اللي هو عايزه. اللي هو ايه؟ وكتاب الله يا معلم، ما اعرف اكتر من اللي قلته لك. ابو سيدك ابو سيدك يا معلم، والنبي المعلم لو عارف جمله من اللي انا قلتهم دول حياه رقبتي. عندي عيال يا معلم. قوم وقف. حاضر حاضر حاضر. ولا اكني شفتك. فوت. ربنا يكرمك يا معلم، ربنا يكرمك يا معلم، ربنا يكرمك يا معلم. أنا هقف عليك يا عزيزي. جبت لنفسك يا شرشابي. الواد زيزو ده لازم نخلص منه بأي طريقة. يعني اشتغل مجرمين على آخر الزمن ولا يا شرشابي؟ لا، الواد كبر قوي وعدى، وأنا قلت لك ده سابقنا في لم القرش. ما أنت شايف الدوري معجب بيه إزاي؟ يعني انت كل واحد مش هيعجبك هتخلص منه؟ يعني مش هيفضل حد في شارع عبد العزيز؟ الله، بعدين معاك دي، ما احنا طول عمرنا عايشين على الحلوه والمره مع بعض. يعني انا لو كنت وقعت في موضوع الغسالات ده كنت يعني هتقف جنبي؟ اقف جنبك؟ ده انت راجل رمه صحيح. امال مين اللي راح معاك الاسم ووقف معاك وعمل اللازم؟ ده انت ما يتمرش فيك ابدا. لبنى لبنى، انا مش هينفع اجري وراكي كده في الكليه. لبنى من فضلك اديني فرصه وانا اشرح لك ايه اللي حصل. انا شاطره كويسه قوي يا دكتور ومش محتاجه حد يشرح لي. انا اذنك. يلا يا اخوانا شدوا حيلكم يا اخوانا، مش هينفع كده يا عم. بلاطه خلاص يا عم، مش كنا جبنا؟ ما تزعقش بقى يا شباب، خلينا الناس تخلص. ايه ده يا عم، ايه ده يا عم، تقوم بره الكاميرا. هم 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 يا زيزو، اهو اهو عربيه صفراء اهي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ما شاء الله اصفر بره وجوه. ايه يا عم السياحه اللي انت عامله في المنطقه؟ حبيبي يا حبيبي حبيبي يا معلم، نورت مكانك. مبروك يا صاحبي. الله يبارك لك، ربنا يفيك شرها. ايه ده ما شاء الله، يفيك شرها وذوق خير. عامله كام ديت يا عم؟ انت مش فاهمك مش فاهمك انت يا عم شبرو. تعالى وريني عملت ايه في المحل وفي الوجه. اخدنا وش نضوه فاضل وشين وبقى زي الفل ان شاء الله. ايه ده يا عم، عايز وش شحم يا عم اياد؟ يا عم اصبر بس، خش عايم بس. بسم الله الرحمن الرحيم، اتفضل. خلاص زي الفل، مش هخش دلوقتي لما تيجي اليافطه بقى. الله، انت مش انا حالف ما اخش غير لما تيجي اليافطه. يا زيزو انت مش قلت ان انت راح تجيب اليافطه؟ ما انا حملتها في عربيه وزمانها داخله علينا دلوقتي. طب على بركه الله، تعالى يا عم تعالى. يا دي وقفه الشباك اللي جايبه لنا الكافيه دي، يا دي النيله عليا وعلى اللي جابني في يومي الاسود. يا بنت يا بنت، تعملي اي حاجه بدل الوقفه المنيله دي. اهدى 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 اهدى. هو فرح بنت قنديل بينصبوا له من دلوقتي؟ فرح ده ان شاء الله احسن من الفرح 100 مره. يا اختي ما انت عارفه شارع عبد العزيز طول عمره زحمه، عامل زي المولد اللي ملوش صاحب. شارع عبد العزيز النهارده ياما طلع له فص الماس. فين يا اختي فص الالماس اللي طلع له ده؟ ما هو ياما في وشك اهو. اعمتي مش شايفه اليافطه الحمراء اللي عمالين ينصبوها؟ يا اختي ما كل يوم بيفتحوا محل ويقفلوا محل. محل مين ده؟ زيزو، المعلم زيزو على السن ورمح الكهربائي ده كان زمان، وان شاء الله هيجي اليوم اللي يجي على ادخل معلم ويقوم لسعه على قفاه. معلم مين يا بنت اللي هيلسعه على قفاه؟ ما قلتلك 100 مره فوق لنفسك بقى، قلتلك 100 مره السكه دي اخرها سد. يما لو سد هسلكها لك، ما تخافيش هسلكها. مش ده الواد اللي ما كانش عاجبك انت وابويا وبتقولوا عليها لقمه طريه؟ طب اهو واقف اهو سبع، بصي سبعة اهو، وبيفتح محله وهيبقى سيد الرجاله ان شاء الله. المهم ابوكي والرجاله اللي زيه هيسيبوه. قولي لي يا بت، الكهرباء اللي انت طالعه بيه السما ده، يا ترى انت ماليه ايدك منه؟ يعني هيجي لغايه هنا ويطلبك من ابوكي؟ يما هي الكوتشينه مش بتتلعب ايه؟ ورقه ورقه صح. طيب اهو ما نطلع بالورقه الاولانيه عشان تقر وتسحب معايا في اللعب. العبي يا اختي العبي، ما نشوف مين اللي هيقش. ما هي دي الورقه بقى اللي هتفتح لي الدور كله. ممكن افهم حضرتك بتكلمي مين في التليفون؟ رد عليا يا بنت قبل ما اخلي نهارك زي وشك. ياما اصبري شويه اصبري، وبعدين طالما زي وشي يبقى هيبقى ابيض وزي الفل ان شاء الله. ايوه يا متر، ازيك يا اخويا سناء الشرشبي؟ مش كده، احفظني شويه. امتى يا متر؟ والنبي صحيح يا الف نهار ابيض، هتكتبها النهارده؟ انت بتكلمي مين يا بيتش؟ لا ما تبعتليش حاجه على عنواني، انا هعدي عليك. اجيلك امتى؟
حاضر قبل المغربية إن شاء الله. سلام عليكم. حرام عليك يا سنان، أنا بقيت عايشة معاك يا بنتي في فيلم رعب. خلاص بقيت عاملة زي الأطرش في الزفة، ما بقيتش فاهمة حاجة.